دابا غنمشي وغنشوف واحد ليكزومبل في المونتاج سيري، واحد و اكزومبل اخر ان شاء الله في المونتاج اون بار. عندنا ليكزومبل الاول في مونتاج اون سيري، عندنا واحد الجينيراتور في 100 فولت كورون كونتيني، عندنا ريزيستانس الاولى فيها 25 اوم، عندنا ريزيستانس الثانيه فيها 15 اوم، وعندنا ريزيستانس الثالثه فيها 10 اوم. عندنا لا كيسيون ا، كالكولي لا ريزيستانس ايكيفالون. كيف ما قلنا شرحنا قبيله، ار ايكيفالون اش كتساوي؟ كتساوي لا سوم ديال لي ريزيستانس، يعني ار ايكيفالون غتساوي لنا ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3. ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3. ار 1 شحال عندنا فيها؟ 25، كتبو 25 بلس ار 2 فيها 15، كتبو 15 بلس ار 3 فيها 10، كتبو 10. التيكال جمعنا هادو كاملين شحال غيعطيونا؟ غادي يعطيونا 50، 50 اوم. ار ايكيفالون التيكال 50. غندوزو دابا لكيسيون بي. La question P, calculer le courant circulant dans le circuit. On a le courant qui dit fait le circuit. On a maintenant le loi d'Ohm. On a U et on applique le loi d'Ohm. On a la tension U est égale à la résistance fois le courant. حنا شنو باغيين؟ حنا باغيين لو كورون. إلا بغينا نجبدو لو كورون، عندنا إي إتيكالا لاطونسيون على لا ريزيستونس، إي على إر. شحال عندنا لاطونسيون؟ عندنا لاطونسيون 100 فولت. شحال عندنا لا ريزيستونس اللي حسبناها قبيلة؟ هي 50 اوم. إلا حسبنا 100 على 50 شحال غادا تعطينا؟ هي 2. هي 2 شنو هي الوحدة تاع الكورون؟ هي الأمبير. 2 أمبير هو الكورون اللي داز لينا في هاد لو سيرك. ندوزو دابا ليكزومبل تاني في مونتاج أون باراليل. دابا غنمشيو ليكزومبل جوج. عندنا واحد السيركوي فيه واحد الجينيراتور. افتحك افتحك نمشيو دابا ليكزومبل 2. عندنا واحد السيركوي في واحد الجينيراتور في 50 فولت اكورون كونتي. عندنا واحد 4 ريزيستونس، عندنا ار 1 ايتيغالا 10 اوم، عندنا ار 2 ايتيغالا 8 اوم، عندنا ار 3 ايتيغالا 12 اوم، عندنا ار 4 ايتيغالا 20 اوم. نمشيو لكيسيون ا، قالك كالكيلي ار ايكيفالون. ار ايكيفالون اش كتساوي؟ ار 1 نحسبو اول حاجه ار ايكيفالون ديال هاد لي جوج ريزيستانس ديال ار 1 و ار 2. عندنا ار 1 فوا ار 2 على ار 1 بلس ار 2. ار 1 ايكيغال 10 اون فوا ار 2 شحال؟ 8 على ار 1 10 زائد 8 هي 80 على 18 تيكالا 4 تيكي 44، 4.44 اوم. غنمشيو نحسبو اغ ايكيفالون التانية تاع هاد ريزيستونسيج بجوج، اغ 3 و اغ 4، هادي تاع اغ 1 اغ 2. نحسبو دابا تاع اغ ايكيفالون ديال اغ 3 تاع و اغ 4، تيكالا اغ 3 و اغ 4 على اغ 3 بلس ار 4. ار 3 عندنا هي 12 و ار 4 هي 20 على 12 بلس 20 ايكال 7.5 اوم. دابا بعد ما حسبنا ايكيفالون تاع الريزيستونس الاولى والثانيه و ار ايكيفالون تاع 3 و 4، يولي عندنا السيركوي ديال بحال هكا. هنا دابا بعد ما كملنا، بعد ما حسبنا ار ايكيفالون ديال ريزيستونس الاولى والثانيه و ار ايكيفالون تاع الثالثه والرابعه، يولي عندنا السيركوي ديال بحال هكا. ار ايكيفالون ديال الاولى والثانيه، ار ايكيفالون ديال الثالثه والرابعه. دابا غنحسبوا
اخ ايكيفالون ديال هادو بجوج اللي حسبناه نقول. ايكيفالون طوطال ايتيغال اخ ايكيفالون ديال واحد اثنان فوا اخ ايكيفالون ديال ثلاثة أربعة. لا اخ ايكيفالون ديال واحد اثنان بليس اخ ايكيفالون ديال ثلاثة أربعة ايتيغال. تيجا شحال عندنا اخ ايكيفالون ديال واحد جوج؟ هي 4.44 في 7.5 على 4.44 زائد 7.5 غتساوي لنا 33.3 على 11.94 غتساوي لنا 2.79. إذن اخ ايكيفالون كتساوي 2.79. دابا بغينا نكالكوليو لو كورون سيركيلي لو كورون اي لي ديز لينا داك لو سيركو نابليكيو لا لوا دون لا تونسيون ايتيغالا لا ريزيستونس فوا لو كورون. عندنا هنا ريزيستونس غنخدمو بهاد اخ ايكيفالون. عندنا لو كورون اي ايتيغال U على R لا طونسيون على لا ريزيستونس. شحال عندنا في لا طونسيون؟ لا طونسيون عندنا 50 فولت في ريزيستونس عندنا 2.79 50 مقسوم على 2.79 50 مقسوم على 2.79 عطينا 17.92 أمبير. كنعرفنا لو كورون شحال كيساوي. هنايا غنكونو سالينا هاد الفيديو ونشوفكم ان شاء الله في فيديو مقبل وندويو ان شاء الله على درس جديد.